السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وكل خير طلابي الأعزاء. اليوم إن شاء الله سنبدأ في لكتشرتين من كتاب هيدوي المنتري ليفل 3، وسنبدأ إن شاء الله في استكمال يونت 4 بعنوان تيكت إيزي. خدها ببساطة، سنبدأ في بيج 30. براكتس توكينج أباوت يو، ميك ذا كويستشنز ذن ماتش ذا كويستشنز أند أنسرز. هنكون الأسئلة في البداية ثم نقوم بتوصيل كل سؤال بالإجابة المناسبة. جميع هذه الأسئلة في صيغة المضارع البسيط. يوجد العديد من أدوات الاستفهام، كل أداة استفهام تسأل عن شيء معين. We have 8 questions، لدينا 8 أسئلة. أول أداة عندي number 1 what time، بمعنى ما الوقت. number 2 where، أين، تسأل عن المكان. 3 what، ما أو ماذا. number 4 when، تسأل عن الوقت. number 5 who، بتسأل عن الشخص العاقل. number 6 why، لماذا، تسأل عن السبب. number 7 how، كيف، تسأل عن الوسيلة. number 8 do، بمعنى هل. listen and match. tape script 4.3. 1. what time do you go to bed? at 11 o'clock. number 1 what time do you go to bed؟ رد عليه at 11 o'clock، الساعة 11. طبعا what time، ما الوقت، الإجابة كان فيها وقت. 2. where do you go on holiday؟ to Spain or Portugal. number 2 سألته where do you go on holiday، يعني أين تذهب في أجازة، رد عليه to Spain or Portugal، يعني إلى أسبانيا أو البرتغال. طبعا where، أين، ذكر أماكن. 3. what do you do at weekends؟ I always relax. number 3 what do you do at weekends، يعني ماذا تفعل في أيام العطلات، يبقى what do you do، رد عليه I always relax، أنا دايما أستريح. 4. when do you do your homework؟ after dinner. number 4 when، بمعنى متى، سألته when do you do your homework، يعني متى تعمل واجبك، رد عليها after dinner، يعني بعد العشاء. 5. who do you live with؟ my mother and sisters. number 5 سألتها who do you live with، يعني مع من تعيشين، ردت عليها my mother and sisters، يعني أمي وأخواتي البنات. 6. why do you like your job؟ because it's interesting. number 6 why do you like your job، يعني لماذا تحب عملك أو وظيفتك، رد عليه قال له because it's interesting، لأنها شيقة. why، لماذا، تسأل عن السبب، ذكر السبب في الإجابة because، لأن. 7. how do you travel to school؟ by bus. number 7 تسأله تقول له how do you travel to school، كيف بتذهب أو بتسافر مدرسة، رد عليها by bus، باستخدام الباص. how، كيف، بتسأل عن الوسيلة. 8. do you go out in the evenings؟ yes I do sometimes. 8 do you go out in the evenings، يعني هل تخرج في أي المساء، رد عليه yes I do sometimes، نعم أفعل أوقات. do أداة استفهام معنى هل، يجاب عليها ب yes or no. listening and pronunciation، الاستماع والنطق. take the sentence you hear، هنقوم باختيار الجملة التي يتم استماعها. tape script 4.4. 1. what does she do on Fridays؟ number 1 كانت what does she do on Fridays، هنختار الثانية she وليس he. 2. do you stay home on Thursday evenings؟ number 2 do you stay home on Thursday evenings، يعني هل تمكث في البيت في أيام الخميس، هنختار الثانية Thursday وليس Tuesday، الثانية. 3. he lives here. number 3 he lives here، يعني هو يعيش هنا أو يسكن هنا، هنختار الأولى. 4. what do you do on Thursday evenings؟
Number four, what do you do on Thursday evenings? يعني ماذا تفعل في مساء أيام الخميس؟ يبقى نختار الثانية Thursday evenings. What وليس where. Five. I read a lot. Number five, I read a lot. تقول I read أقرأ كثير وليس eat. هنختار الأولى. Six. Why don't you like your job? Number six, why don't you like your job? لماذا لا تحب وظيفتك؟ يبقى why don't هنختار الثانية. Which nearest بيان مثل أول سؤال do you cook هل تطبخ؟ الإجابة ممكن تكون yes I do نعم or yes sometimes أو أوقات أو ممكن تكون الإجابة no I don't لا no never أبد. سؤال آخر do you like shopping هل تحب تسوق؟ ممكن الإجابة تكون no I don't لا لا أحب أو yes I love it نعم أحب. ننتقل إلى بي 31 positive and negatives make the sentences opposite. هنقوم بعكس الجملة أو قلب الجملة من الإثبات إلى النفي أو من النفي إلى الإثبات. Number one مجابة he is Jordanian يعني هو أردني. طبعا عكس الجملة he isn't نفى is حولها ل is not ل isn't he isn't Jordanian يعني هو ليس أردني. Number two I don't like cooking لا أحب الطبخ رد عليه أو عكس الجملة I like cooking أنا أحب الطبخ. Don't like شال don't النفي وخليها like. Number three she doesn't speak Arabic هي لا تتحدث العربية يبقى هنشيل النفي doesn't ونكتب she speaks Arabic هنضيف للverb is لأنه في صيغة المضارع البسيط. Number four, they want to learn English. يريدون يتعلمون الإنجليزي. النفي هيكون they don't want to learn English. يبقى هنحط كلمة don't نفي they في المضارع البسيط بننفي don't. They don't want to learn English. Number five, we are tired and want to go home. نحن متعبين ونريد الذهاب للمنزل. يبقى هنقول we aren't tired. Are تتحول ل aren't يعني ليس متعبين. And don't want to go home ولا نريد الذهاب إلى المنزل. Number five. Roberto likes watching football on TV. يحب مشاهدة التلفاز كرة القدم في التلفاز. But he doesn't like playing it. لكن لو يحب لعبها يبقى نكتب Robert likes تتحول ل doesn't like. لو يحب مشاهدة football on TV. But he هنكتب مثلا بدل doesn't like هنخليها likes. يبقى الأولانية نفينا doesn't like والثانية حولناها من نفي الإثبات likes verb مضاف له إس لأن روبرت مفرد. Number seven I work at home because I have a good internet connection أعمل في البيت لأن لدي إنترنت جيد أو اتصال بالإنترنت جيد. هتبقى work تتحول ل don't work يبقى I don't work at home because I have هتبقى haven't أو have not ليس لدي a good internet connection. Number 8 Amelia isn't happy ليست سعيدة because she doesn't have a new mobile phone لأن ليس لديها تلفون جديد. Isn't هتبقى Amelia is happy isn't تتحول ل is because she doesn't have هنشيل doesn't have النفي ونخليها because she has وليس have because she has a new mobile phone. Number 9 I drink coffee I watch TV a lot and I don't go to bed early. أشرب القهوة أشاهد التلفزيون كثيرا ولا أذهب أو ولا أنام بدري يعني بينام متأخر. طيب هتبقى drink هتبقى I don't drink coffee بدل drink coffee I don't drink coffee يعني لا أشرب القهوة. I watch TV تتحول لي I don't watch TV لا أشاهد التلفزيون. طبعا هذه الجملة منفية I don't go to bed early لا أنام مبكرا هتبقى I go to bed early هنحذف don't. Number 10 He doesn't drink coffee He doesn't watch TV a lot And he goes to bed early هو لا يشرب القهوة هو لا يشاهد التلفزيون كثيرا ويذهب للسرير مبكرا أو ينام مبكرا. Doesn't drink يتبقى he drinks coffee هنشيل doesn't drink ونحط verb drinks مضاف له اسم على he و doesn't watch تتحول ل watches verb watches هنشيل doesn't وتبقى watches هنضيف لها es وgoes هتبقى doesn't go doesn't النفي لازم يكون الفعل معاها في المصدر تبقى الجملة
الجملة من البداية هتبقى He drinks coffee. He watches TV a lot. And he doesn't go to bed early. حولنا جميع الجمل من الإثبات إلى النفي أو من النفي إلى الإثبات في صيغة المضارع البسيط. انتهت محاضرة اليوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.